بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة النهاردة عن الأبراج وازاي نتعامل مع الأبراج. والنهاردة حلقة الترتيبات هنتكلم فيها عن ترتيب مهم جدا وطلب مني كتير جدا، وهو ازاي نرتب ايه هما اكثر الأبراج. في كل الأبراج رومانسية وعاطفيين كده وبيحبوا الحب، ويعني الحب عندهم وله مش طبيعي. فخلونا النهاردة نقول أكثر الأبراج رومانسية وهنرتبهم عن طريق دراستي وعن طريق ده ترتيبي أنا الشخصي، وأنا مقتنع أنه هو صح بنسبة 100%. وهرتبه لكم من المركز الأول للمركز يعني أو يعني مش عارف، بس هقول لكم المركز الأول أول حاجة بصراحة يعني، ونبدأ بقى ننزل. بس هما almost 5 أبراج هما الأكثر يعني اكثر رومانسيه ورومانسيين جدا، يبخت اللي يرتبطوا بيهم، لان ساعتها هيعيشوا بقى في حب وغرام وعشق وحاجات كتيره قوي قوي قوي. انا استنى اظبط الاضاءه بس عشان انا الاضاءه عندي. فلو انتم مهتمين بالموضوع لازم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم نوتيفيكيشن بكل الفيديوهات التانية. قولوا لي دايما عايزين نتكلم عن في الفيديو ده، يعني اكتبوا لي تحت وعلقوا كتير جدا عشان بحب تعليقاتكم، ودي حاجه بتدعمني، وتعملوا لايك للفيديو كمان دي حاجه بتدعمني. قولوا لي ايه بقى الترتيبات اللي تحبوا ان انا اتكلم فيها، يعني تعرفوا ايه اكتر في الفيديو دوت. طيب الابراج الاكثر رومانسيه، وبتكلم عن الابراج الاكثر رومانسيه يعني رجاله وستات. البرج رقم، طب ابتدي بالاكثر الابراج ولا تحت؟ مش عارفه. طيب نبتدي من فوق. اكثر الابراج رومانسيه وهو بيحتل المركز الاول وبجداره هو برج الحمل. تخيلوا برج الحمل الناري برج رومانسي جدا جدا، بيحب يعيش في الحب، بيحب الحب، بيحب يعني كل حاجه بيحبها بيرفكت. يعني برج الحمل ده اللي هو تلاقيه بيعمل كل حاجه رومانسيه في الدنيا لحبيبه، هدايا بقى حتى في علاقته بيه. لا برج الحمل برج رومانسي، برج عطيف عطوف جدا جدا، حنين جدا جدا، بيعشق الحب. يعني هو بيحب الرومانسيه، بيحب الحب، بيحب يعيش حاله حب، بيحب يكون مع حبيبه اللي هو عارفين بقى قمه الرومانسي، الافلام الرومانسيه بقى والافلام التركيه والحاجات دي. او برج الحمل من الابراج الوله بتاع الحب بيضغى عليهم جدا جدا جدا. يعني تاني برج، طب انا كده عشان تعبت بصراحه، تاني برج من الابراج الاكثر رومانسيه، يعني احنا رقم واحد بجداره كمان هو برج الحمل. تاني برج من الابراج الاكثر رومانسيه بقى ويعني عشاق من الطراز الاول هو برج الحوت، برج الحوت المائي. برج الحوت زي ما قلت لكم ان هو عايش من اجل الحب. برج الحوت عامل زي الحوت، ما يعرفش يعيش من غير ميه. لا الحوت ما يعرفش يعيش من غير ميه وحب كمان، فالحب في حياه الحوت دي حاجه اساسيه. ولما بيحب بيحب بكل قلبه، بيحب من غير شروط، بيحب من غير مصلحه، بيحب اللي هو الحب الحقيقي، الحب القوي، الحب دي حاجه حلوه، بس ما بيحب بجد الرومانسيه اللي في الدنيا. ثالث برج في الابراج، وعلى فكره برج الحوت طيب قوي، يعني انا بحب الحوت في طبته، بحب في طبته في الحب. يعني تحس هو مش بيذلك بعد كده، عمره ما برج الحوت يذلك على حب ويقول لك انا عملت لك واديتك وسويت لك، عمره ما يعمل كده ابدا. ثالث برج في الابراج الاكثر رومانسيه والرومانسيه بجنون جدا جدا هو برج العقرب المائي. يعني احنا كده عندنا برجين مائيين. برج العقرب برج لما بيحب بيعشق بجنون بقى، اللي هو عشقه في منتهى، بيطلع للماكسيمم كده. يعني عشان كده برج العقرب لما بيحب حد يعني يستميت ان هو يحوط عليه، بيخاف عليه، عايز يسيطر عليه، عايز يتاكد ان هو في امان، عايز يتاكد ان هو مفيش اي حاجه خطر عليه. فدايما برج العقرب هيبقى بروتكتيف بالنسبه لك، يعني تلاقيه عمال بيأذي اي حد يقرب منك، عمال هو عقرب يعني عمال بيدافع عنك، بيدافع عنك بجنون، بيدافع عنك بحب بوله. فبرج العقرب من الابراج عندما تقع في الحب فاذا فيعني حظه يساعده ينال اللي هيحبه برج العقرب، لان هو ساعتها هتبقى انت بريوريتي في حياته، هيبقى حمايتك ده واجب عليه ان انت يكون قريب منك، عايز دايما يبقى حواليك، عايزك لما تحتاج اي حاجه في الدنيا ما تحتاجش اي حد في الدنيا غيره، ولا تحاول تقرب من اي حد في الدنيا غيره. يعني العقرب بيغير جدا، فلو انت بيحبك بجد يعني لو طلبت المساعده او قربت من حد تاني غيره ساعتها هيأذيك انت شخصيا. يعني العقرب حب مؤذي شويه، يعني مش حبه طيب زي الحوت والحمى، لا العقرب مؤذي في حبه لو انت لو حاسس ان انت مش متقبل حبه ده، لو حاسس ان انت استغليت غيرته، لو انت يعني ساعتها العقرب هيبقى يعني حبه ضدك يعني. بس العقرب حبه
عشق وعاشق من الطراز الاول، رجل وامراه، اللي هو يعني عارفين اللي هو اللي يتمنى الحبيب الرضا يرضى، هو برج العقرب من الابراج اللي بتتمنى لحبيبها الرضا يرضى كده، يعني رومانسيين. ورجل العقرب يعني مع الامراه مع الست اللي بيحبها يبقى في منتهى الرومانسيه والخضوع، يعني تلاقيه عنده يعني هو تحت امر يعني حبيبته او مراته او خطيبته يعني. طيب احنا قلنا كده اول مركز، الثاني المركز الثاني حوت، المركز الثالث عقرب، المركز الرابع تخيلوا المركز الرابع برج ناري، هو برج الاسد، يعني الاسد من الابراج العاشقه من الطراز الاول. برج مع ان الاسد تنك من بعيد وشايف نفسه وشايف حاله وشايف ومغرور، بس ساعة الحب ساعة ما بيحب بجد بيبقى عاشق من الطراز الاول، عاشق والهان بقى، اللي هو برضو عامل زي العقرب شوية، بيحاول يحمي اللي بيحبه، بيحاول يقرب منه، مش عايز حد تاني يقرب منه، عايز يحطه في حاجة ويقفل عليه، عايز يعني عايز يحميه من كل حاجة حواليه، عايز يعرف عنه كل حاجة. يعني العقرب والاسد لما بيحبوا بجد هتلاقيهم كل دقيقه معاك على التليفون، عايزين يعرفوا انت فين، بتعمل ايه، في ايه اللي مهتم بايه دلوقتي، ايه اللي قريب منك، ايه اللي بعيد عنك، هتشتري ايه، هتروح ازاي، هترجع ازاي، فبيهتموا بادق التفاصيل عنك وعن حياتك. اخر بقى برج في الابراج الخمسه وهو المركز الخامس، بس هو برضو يعني يعتبر الرابع مكرر، هو بيتساوى مع الاسد، هو برج ترابي، تقريبا البرج بتاع العاشق الولهان الوحيد يعني، وهو برج الثور. تخيلوا برج الثور، برج الثور انا لسه كنت عامله فيديو من شويه ممكن تدخلوا تشوفوه اسمه كيف اتعامل مع برج الثور. برج الثور لما بيحب بيحب بعشق بجنون، بيحب اللي بيحبه قوي، اللي هو يعني حبه بيستمر طويل سنين وسنين. يعني انا بتهيالي ان برج الثور لو كان بيحب حد حب حقيقي وسابه ممكن يفضل يحبه الى مدى الحياه، يعني طول عمره، وتلاقيه بيسال عن اخباره، بيشوفه بيعمل ايه في حياته، بيطمن عليه، يعني يهمه، يفضل طول حياته يهمه امره، حتى لو ما ارتبطش بيه ارتبط بحد تاني. بس برج الثور من الابراج عندما تعشق فهي يعني عاشقه بجنون، عاشقه بوله، عاشقه بعمق، عاشقه يعني عايزين يجيبوا اللي هم بيحبوه السماء والارض، يعني كل حاجه يتمنوا له الرضا يرضى، هدايا بقى وبذخ في الهدايا. فبرج الثور عاشق من الطراز الاول. هم دولت اكتر خمس ابراج عاشقه والهانه. انا ممكن اقول لكم مركز سادس، يعني مركز سادس بس مش زي الابراج الخمسه دولت، هما الفروق ما بينهم مش قويه جدا، يعني فروق بسيطه. بس المركز السادس اللي ممكن اقول عليه برج رومانسي جدا جدا، لما حب حتى لو برج هادي، هو برج الجدي. بشكركم، بحبكم جدا جدا، ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وكمان تعملوا شير لاصحابكم اللي هم ضمن الخمسه العاشقين والهانين او الناس اللي بتحبوهم او حد في عائلتكم، قولوا لهم انتوا عشاق من الطراز الاول. الخمسه اللي حابه ارجع عليهم تاني: حمل، حوت، عقرب، اسد، ثور، وممكن المركز السادس يبقى برج الجدي. طبعا الابراج المائيه والابراج الناريه متقدمه جدا. الحاجه الثالثه، قولوا لي بقى لو انتوا برج الابراج ديت انتوا فعلا تحسوا ان انتوا رومانسيين وعشاق بزياده، وان انتوا عندكم حب للحب، وان انتوا لما بتحبوا بجد بتبقوا ولهانين للاخر يعني ولا لا. جاوبوني على سؤال حلو، بشكركم، اشوفكم في فيديو تاني، وبحبكم جدا جدا، ما تنسوش تدعموا القناه بلايك، وكمان تعملوا فولو على انستجرام وعلى الفيسبوك وشير لاصحابكم وقرايبكم وحبايبكم. باي باي.